من أجل أن تتمكن
الأخلاق لكي تصبغ عالم معرفة جديدة ومكنونات مخفية. إذا نجد أن بفضل الإبداعية والجمالية التي اكتسبتها بتفتح عالمها الصغير على المحسوسات، تمكنت من كشف عن عبقريتها في الكتابة الذي كان الدور كبير لمعلمها تشارلز الذي اكتشفها بأن اقترح عليها أن تقدم بعض وظائفها الإنشائية عن قصة حياتها، وبذلك تمكنت من أن تقدم للعالم وثيقة هي من أنظر الوثائق البشرية، هي وثيقة تبين صراع الروح الذي حدثت بعواقب لا تحاول من أجل أن تدخل العالم اللامحدود ونضال الإنسانية فريدا للتغلب على تلك الحلول المريعة. وبهذا نخلص في الأخير أن هيلين كيلر في كل هذا مثلت أنت المبدعة الحاملة للمعجزة الرونقية، ثابرت وناظرت بأن تكون لها بصمة في هذه الحياة رغم إعاقتها، تمكنت من حمل المشعل بأنها مخلوق يمكن أن يبدع كغيره من البشر الذي يمتلك بصيرة وسمع. إذ الإبداع لا ينحصر في الإعاقة بل في إعاقة التفكير، وأنما كلما ضربت ذاتك على فعل الشيء فستظلمه لا محالة. هي أنت بدعم خاص جعلت بوادر الصفاء الإبداعي رونقي متجلة في العطاء اللامثيل لتظهر أناس ذوي بصيرة في كون التحدي بصمة، لكن يجب أن تدعم لكي تعطي أكثر فأكثر. جسدت إبداعية لغد مشرق حامل لمشعل لا مثيل له، فكان